بقى نخش على التقيل. انا هبدا بمصر طبعا والسنغال، وخلاص بيفصلنا كام يوم تقريبا، يعني بنتكلم في حاجه بسيطه جدا 48 ساعه تقريبا ونبدا، والناس كلها يعني منتظره هذا اللقاء وعندها امال. نتكلم 60,000 متفرج، بنتكلم في ناس كتيره جدا هتبقى قلبها مع المنتخب، بتتكلم ان في روح بقى مختلفه شويه برضو. يمكن احنا كان معانا هذا الخبر من قبل كيراش، وفكره لعبوا على حته التحفيز النفسي وغيره وغيره. لا، المشهد شويه ممكن يكون مختلف للافضل. خليني اعرف من حضرتك برضو كابتن ياسر، يعني هل فعلا متوقع ان شاء الله يوم الجمعه ده هيشهد يعني راحه بال للجماهير وهيشهد لعب محترم وهنشوف اداء رائع ونتيجه رائعه من قبل المنتخب، ولا في قلق بصراحه شديده؟ اقول لحضرتك حاجه، من الناحيه الفنيه طبعا هو الماتش صعب جدا، هو ده يعتبر الجيل الذهبي بالنسبه للسنغال لما نتكلم كفنيا يعني. تمام. هو ده الجيل الذهبي بالنسبه للسنغال، عندهم افضل حارس مرمى في تاريخ السنغال، عندهم افضل لاعب في تاريخ السنغال، فماتش طبعا قوي جدا، ماتش مش سهل. احنا لما قابلناهم في نهائي البطوله الافريقيه كنا مجاهدين بحد ما، لعبنا قبلهم يعني العدد الراحه بتاعتنا كانت قليله شويه، لعبنا عدد كتير وصلنا لضربات الجزاء اكتر منهم، فوصلنا مجاهدين، كان عندنا لعيبه اساسيه ما لعبتش المباراه النهائيه، لكن يعني ده يدينا مؤشر ان شاء الله ان احنا باذن الله هنعدي الماتش ده. انا وجهه نظري ممكن ما نكسبش، بس اهم حاجه ما يجيش لا هدف. استناني هنا اقول لحضرتك ليه، اديني بس وجهه نظرك ممكن ما نكسبش، ده تصريح قوي قوي. اديني يعني ما نطلع المباراه 0-0 ودي مش حاجه نتيجه سيئه. اديني اقول لحضرتك وجهه النظر بتاعتي. ماشي. اهم حاجه ما يجيش عندنا واحنا في مصر بالذات ما يجيش فينا هدف. يعني لو كسبت 1-0 2-0 اوكي ده حاجه ممتازه جدا، لكن لو ما كسبتش اهم حاجه ما يجيش فيها جول. يعني انا عندي نطلع 0-0 وما نطلعش مثلا 2-1 اكيد، بس احنا مش عايزين لا ده ولا ده. اقول لحضرتك ليه، الماتش اللي هناك بالنسبه لمنتخب مصر هيكون اسهل من الماتش اللي هنا. ليه؟ على ملعبهم، الضغط الاعلامي، الجمهور بتاعهم، لعيبتنا تقدر تلعب تحت ضغط كويس جدا، بقالنا كتير جدا ما لعبناش هنا في مصر تحت ضغط جماهيري بالشكل دوت، فالمباراه صعبه على اللعيبه المصريه بشكل كبير جدا. لكن ده دور هنا بقى محمد صلاح. لا انا معلش، انا كابتن ياسر معلش مع احترامي طبعا، انا مش مقتنع بوجهه النظر دي. حضرتك بتقول هناك هتبقى اسهل لينا ازاي؟ يعني مع جماهيرهم وعلى ارضهم وتحت الضغط بتاعهم الزياده، وحضرتك شايف ان احنا هنلعب أسهل. احسن فنيا اسهل، مش غريبه دي؟ لا مش غريبه. اقول لحضرتك ليه، لان احنا هنا محطوطين تحت ضغط جامد جدا. احنا هو لسه كناس بره الملعب مشدودين ومستنيين ماتش بشكل كبير جدا. اللعيبه بقى، اللعيبه ما لعبتش تحت ضغط الجماهير ده بقالها كتير جدا. يعني اعتقد ان الماتش ده بيفكرنا بماتش الجزائر ومصر بتاع 1-1 بتاع جون عماد متعب. اعتقد ان اللي صدق يبقى كده بالشكل. ايوه بس ده. دول جماهيري، دول عيلتي، دول الناس اللي بتدعمني. أنا ابقى وسطهم ولا ابقى وسط جماهير تانية؟ حاجه كويسه جدا. انا بقول لحضرتك لو ما كسبناش اهم حاجه ما يجيش فينا جون، لكن ان شاء الله نكسب.